مرة جديدة عاد أصحاب الشاحنات إلى الاعتصام والتهديد بإقفال المرفأ بعدما تلقوا خبرا غير دقيق عن استئناف أعمال ردم الحوض الرابع. مش بس الشاحنات، نحن الشاحنات والبواخر طبعا الماشي والأنوشي طبعا التحميل والتنزيل والعمال وكل العالم واقفة حدنا. القرار بيتاخده دولة الرئيس السلام، نحن مستعدين ننفذه، نحن تحت القانون بعيده كله. اذا الملف عفوا اذا الملف شايفينه مفيد وشايفين على اجماع، خلي حولوا على مجلس الوزراء. بمجلس الوزراء بيقولوا اذا القرار هذا منيح او مش منيح، والقرار بياخذوا فيه نحن شايفين. الشركه المشرفه على مشروع الحوض الرابع نفت من جهتها اي كلام عن استكمال اعمال الردم. ما في اصلا ردم من اول ما بلشنا المشروع لليوم، بس اللي صار اليوم كان في مجموعه صغيره من 4 أو 5 شباب كانوا عم بفكوا بلوكيت البطون اللي دجا مصبوبة من أول مرة وقفنا. لما صار الاعتصام مرة الماضي وقفنا كان في بلوكيت بطون مصبوبة على بليتات حديد، بس صار شوية إشكالية الصبح مع بعض شوفريت الشاحنات، حلينا الإشكال وانتهت. الشركة نفت الحديث عن أي اشتباك حصل بين العمال وأصحاب الشاحنات. في السياق تفقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والوزير الياس بوصعب المرفأ واستمعا إلى مطالب أصحاب الشاحنات، وجرى التأكيد على التزام الاتفاق بين بكركي والرئيس سلام وإدارة المرفأ.